شباب نحن الآن في قرية مضيق وصول الدفع الثاني من أخوتنا المهاجرين خاصة من منطقة برزي بالإضافة إلى أهالي القابون على نفس السرى هم باتجاه الشمال السوري العدد تقريبا 1000 شخص 30 حافلة تقلهم الآن وصلوا إلى قرية مضيق سوف تقوم سيارات أو مكان أخرى لنقلهم إلى مراكز لواء مؤقتة هو طلعنا من حي تشرين ما طلعنا والله من كرمال بشار اسد او شيء نحن عم نقاوم بالبوريد بكيسه هون نطلب منه ذخيره سلاح ما في وصلت عمئات وبعضه الدبابات عم تطلع الله يسامح كل قائد كل فصيل هيك باذن الله راجعين نحن برقبتكم يا قاضات برقبتكم طلعنا من حي تشرين برقبتكم مو الجيش طالعنا مو شطارته نحن ثابتين بس عالم هربت وعالم ضلت نحن ضالين وفايتين على الشام بس شو شاطرين قتل بعضنا الدبابات روح شوفوها بالغوطه بتقتل بعضهم